قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا استبعاد محمود حمدي الونش وسيف فاروق جعفر وأيمن حفني من قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي التي ستقام غدا الاثنين في بطولة كأس مصر، ويحتضن استاد القاهرة مباراة الزمالك والإسماعيلي في إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر. وعلم أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيغيب عن مباراة الإسماعيلي بسبب شكواه من إجهاد في عضلة البطن وغيابه عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين. واستبعد فيريرا كل من أيمن حفني وسيف فاروق جعفر لوجهة نظر فنية. وجدير بالذكر أن الفائز من لقاء الزمالك والإسماعيلي سيتأهل لمواجهة المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر.